ويلكم باك مره ثانيه يا جماعه الخير، ونرجع لكم مره ثانيه. هذا شيء يقول لي ما عندك مال عشان اضارب وياك. لا، عنده مشكله زبايل. نهايه المشكله اللي راح تطلع روحي حطيها على البحر. عندي مشكله كهرباء. اوكي، حاليا بنعدل مشكله الكهرباء اليوم. ادري انا وعدنكم بنسوي النووي. اوكي، خلينا نزيد 133%. زين، بس ما عندي صناعية قريبة هنا تسوي تلوث إلا هاي، وأنا الصراحة لازم أحل المشكلة هاي هنا، لأن هذا مكان شوية مهم. ما في مكان شوية مهم، كل أماكن مهمة. إذا أهملنا مكان تبدأ تطلع منه مشاكل، مصيبة. فبحطي هذا هنا والمدلة كهرباء الطرف هذا، والمدلة ماي. ها، حللنا المشكلة هنا، مفروض انها تنحل ان شاء الله. خلاص، انزين، ونرجع لكم مرة ثانية. الحين اليوم ولكم تو الحلقة، حلقة الطاقة النووية. هاي حلقة الطاقة النووية، يمكن وديني تريونها، بس دام ان عندنا طاقة نووية وبسوي طاقة نووية، اتصور هنا في موارد، بسوي طاقة نووية وسط موارد، ناقصني صناعة. بسوي هنا بترول، بوصله في الشارع العام كالعادة، بسوي هني بيوت، بسوي طاقة نووية في الزاوية، يعني دبل الصناعة. طبعا انا هني ما بسوي اي يوتير، اي نوع من يوتير ما بسوي، فانا اتفادى اني خلنا ناخذ قياسة لحظة. ترول هني، بسوي نفق من هني لين الصوب الثاني. ركزوا معي، يعني نفخ من هني، اوكي، لين الصوب الثاني نفق، بعدين بطلع على الشارع. اوكي، لا، نطلع النفخ هني، خل من غير ما نضيق العماير. اوكي، على الدوار الشارع العام هذا، على اساس اوصل المنطقة هذيك لهذه النووي، المنطقة هاي. اما بالنسبة للبترول، راح اجيب الشوارع قريب وايد منو الشارع العام. اشوفه مرة ثانية. اوكي، هذا حدنا، بنسوي النووي على اساس الشوارع هاي. شوف هاي، شو المنطقة الحين. اوكي، هذه منطقة البترولية، احفظ الطريقة على اساس انكم تسوونها بعدين. هذه شوارع، ترتيبنا المعتاد، بس هالمرة شوي نركز على الصناعات هني، لانه بيكون عندنا باور، صناعات بتحتاج باور حلو، باور يعني بكمية طيبة. ابى خربه شوي، ما عليه، بس ابى مفروض من الوسط انا اسوي الصراحة، مفروض من الوسط. والحين المدينة هذه في عندي شارع هني، هذا الشارع ابى اسوي له منفذ، الحق منه حق الطاقة النووية. ويستوي اسوي الجسر من غير ما اهدمه؟ يستوي صعب. زين، اسوي الجسر من تحت الكهرباء يستوي. استوى نفق يا اخوي، شكل الكهرباء بتنشل. بنحطيها على الارض. صح ان الطلعة قوية، بس هاي الطلعة كانت تستاهل انها تكون قوية الصراحة. بس الحين كيف اوصل هالثنتين؟ نشوف لهم حل، لان هذا يوصل الكهرباء، هاي كهرباء المدينة. زين، لحظة، نجيب هذا هني، خلاص تكون وصلت.
ونتخلص من هذه كلهم. نتخلص من لو سمحت ممكن. مش قادر اهدم شيء. خلاص يعني نويت تزعل. اوكي سوري سوري، انا حطنا اندر جراوند فيو، حطنا حق تحت الارض. يوه ممكن اشيل الخط الثاني بس ما انا بشيله. انزين الحين صار عندنا شارع، طبعا بتكثر الشوارع عنا شوي، واباها مداخلها مختلفة عن بعض، ما باخلط المداخل في بعض. ان شاء الله ما يكون وايد قريب. مش وايد قريب، ممتاز. استوت عندي مداخل كثيرة. هني عندنا شارع، الشارع جاهز يا حية. ليش الجسور هذي؟ هالجسور احلى واكبر واوسع، فيها شيء اربع شوارع. هاي شارع اساسي لنا، شوارع جدا اساسية هاي بالنسبة لي. يلفون على اخر شيء. شوفون شوف ما هذا يا الهي. زين شوف وين الوارد الثانية. ايوه خلنا نقايس له. الحمد لله سلمنا اظني من اوكي من خبصة الشارع هذا. خلنا نسوي المنطقة هاي، المنطقة هاي ما بتكون بالبساطة هذه، لان عندنا خط قطارات وما بخرب خط القطارات بصراحة. بعد في مجال الشارع 10 اوكي. بس هذه هاي صناعة الحديد اللي ما عندي اياها حاليا، صناعة الغير متوفرة هاي مطلوبة، توفر علينا من الاستيراد. اذا خلصت المنطقة عقب مثلا ما عندنا حديد نطلع منه عادي، بنحولها لمنطقة تجارية، يعني مش انها قضية. فاللي خايف من الموضوع هذا لا يخاف، عادي تحول المنطقة لمنطقة تجارية بكل اريحية. الحين نحن عرفنا هالمنطقتين، شوف هاي بتكون بترول، هاي بتكون اللي هي الاور اللي هو فرت، مش فرت سوري، الاور بنسويها الاور، اور اندستري الحديد وغيره. الحين الجزء اللي نترياه، الجزء اللي يترياه معظم الناس، النووي. نوصل الشارع هني، نوصل الشارع هني، نسوي بيوت قريبة بعد، لازم نسوي بيوت قريبة. هذا خلي مكان كبير شوي، فعليا مش محتاج اني اضخم الموضوع هذا. اني عند الكهرباء، عندنا فلوس يا عندنا فلوس، اي بس عن الفلوس اصلا. حطي المصنع النووي، لحظة بعد هالكلام كله انا مضيق مكان المصنع النووي ليش؟ هذا الحشرة، هذا بنحطي حوله صناعات. على فكرة يستهلك وايد وايد ماي، مصنع النووي يستهلك ماء، وانا مش حاط له ماي طبعا، ما بحط له ماي. متى احط حق حد ماي؟ انا اسف احط حق النووي ماي. دائما 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 موضوع الماي انسى اهم المواضيع. اللي هو الماء. اوكي لا عندنا ماء، اوكي وضعنا ممتاز مع الماء، بس مع الكهرباء لازم نشبك الكهرباء الحالية بالكهرباء كلها.
استوى عندنا نتورك كل الكهرباء مشبوكة في بعض، كلهم مشبوكين في بعض، عندنا كهرباء لين يوم الكهرباء. فنقدر نبدأ أول شيء منطقة نحددها. زون واحد اثنين، هذا نصير نحددها. هاي بترولية، هذه الأور اندستري. طبعا الأور اندستري لازم نحددها. خلاص الحين بتتطور عندنا الصناعات، بيستوي عندنا اللي هو هذا. نرجع نغطي المساحة، هاي مساحة صناعية. زين بس المساحة الصناعية هاي تحتاج بعد أساسيات، يعني نحتاج مقبرة، نحتاج مستشفى، مركز شرطة، مطافي مركز شرطة، مش مركز شرطة مطافي. نحتاج وسط. شوفوا لو كنا ممرين اختار من فوق كنا متلعوز الحين ترى، بس الحلو ان احنا ما سوينا هالشي، فالحمد لله سلمنا من المصيبة الكبرى. هذا حق اللي يبيه، بس حق اللي يبيه يروح من هني لين هني لين مدينة ثانية يمكن يبي يتنقل، خليه يروح على الدرب هذا. خصوص الحدائق طبعا ابو حديقة، لازم ما ارتاح بدون حديقة. تعالوا ليش تعيشون بدون حدائق؟ خلنا نهتم في البترول شوي، يستاهلون صناعة البترول يستاهلون. اخ هني منطقة سكنية، هي سكنية، سمعتوا صح، سكنية مرة جنب الصناعية. هذي ليش حط لي خط هني؟ خاطري اعرف منو بيسكن عندك هناك، بسوي عبري ما شفته. خلاص سوي عمري ما شفته، شو رايكم؟ مش موجود. اوكي منطقة عماير مش على طول، لا اول شي نحط هني محلات. ليش محلات؟ اساس افصلهم، يسوون عزل حق الحشرة بينهم وبين المناطق السكنية، يحمون المناطق السكنية من الحشرة، هذا شيء مطلوب. خسكني تبى تحميها من هالسوالف. وبدأ الانتاج. الحين استوى عندنا وايد مناطق كثيرة، وحطينا النووي وحطينا، ما عندهم عمال، لا كل حد يشتكي من العمال، كل حد يقول ما عندي عمال. شوف هالشارع منه فايدة اهي، ما يصير تدخل داخل النفق وتمشى يا اخي، بس شوف داخل النفق مثلا. زين بسوي لك فولو، ما توديني داخل النفق؟ لا يوديني برا النفق تبا، ما يوديني داخل النفق، انا بشوف النفق من داخل. الناس في عندهم مشاكل. مصنع الطاقة النووية مسوي شغل والله، سيدي يودي كاكين عنده مرة من الاخر. سوي عمركم ما تشوفون في عندهم ماي، عندهم ماي امورهم طيبة، يبي يبنون مساكين مش قادرين، ما عندهم ماي. مستشفيات، يبون مقبرة هني بعد، ويبون مزبلة، اكيد يبون مزبلة. من بيعقون كل صخة معيلة؟ منو بيجمع الوساخير هذا بعد؟ وانت انتاجك عالي عالي العالم والله. كنت عارف شو قلت لكم، شو هو سيدي طلع لي الزبالي اساسي يتمع. ليش الزبالي تتمع؟ زين
انزين هذا الحين يبلي حد القطار ولا ما يبلي حد؟ خلنا نشوف كان في مشكلة آخر مرة ترى. لا أوكي. إذا ندق على المواصلات نصير القطار. قطار ما يبحد لأنه ما في قطار أصلا. ترانسبورت ترين ما في حد. انزين ترين ما في حد ما في حد. بس ليش البترول ما طلعوا الحين؟ قاموا يطلعون. شوفوا البترول غير صناعته، المعادن غير، معاملهم غير. ها يطلع معادن. ها تقول كويري مال رست اللي يلعب لعبة رست فنان. عجيب الصراحة، بس واحد تريه طالعهم زين. هاي المدن والله مدينة كبيرة استوت مو بصغيرة، بس ما وصلنا قريب ل 100,000 حتى. يعني محتاجين 100,000 شخص زيادة. ما في خلنا نحط هنا دكاكين. يقولون يبون دكاكين، يقولون دامهم يبون دكاكين حطي لهم دكاكين. في هالمدارس ما خلوا شيء في الدكاكين، قلت لهم نحط دكاكين على المدارس مشروع ناجح. قاعدون يشردون ودنيا. الحين نبدا نشوف شو النقص. هاي الدكاكين على طول طلعوا والله. يبون حديقة دكاكين، حط لهم على العاب دكاكين والعاب. اقوى شيء اقوى شيء في 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 مي في مي في مي في مي. بس لا تصيح يا اخوك لا تصيح. ما سوينا شيء يبون مي. ليش كانوا يبون مي؟ مي مو بزين اصلا، المي مؤذي. الحين اصلا الموضوع ناقص، يبالنا مواصلات داخليه في المدينه. بس يبالي حل. اول مدينه عندي مرت باصات وايد. حلو باصات كلها يلفون داخل عدم. بحول اول مدينه للصناعيه، نسميها صناعيه. بحول شوارعها مال الباصات، أربع سيدات وذبسلين. خلنا نشوف نفس الشيء ولا يفرق. أحس استوى أصغر يا أخي. هي يسرقون سيد واحد حق الباص، حرامية. الزحمة بتزيد ولا تنقص؟ نظريا لازم تنقص، ولا على كلام اللعبة انها بتنقص. يعني شوف في باصات اصلا يستعملونه ولا التكاسي. ها 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 والباصات مش مالك. في ناس يستعملون ولا شو؟ اللي يخالفون ولا شو السالفة؟ شكل راعي الدورية كان لاحق لنا بيخالفه. انا اتوقع ان راعي الدوليه كان بيخالف الصراحه، ويستحق المخالفه. انا مسوي شارع للباصات. الحين بدور لي باص. اقول في لحظه نشوف كيف. انا اخلص بس المنطقه الصناعيه، ما بصير مكبر راعي. الصناعيه الجديده بعد مش القديمه. هاي الصناعيه اخر صناعيه سويناها جديده. اوكي طورنا كل شوارعها، دورنا باص. انا ما طورت هذا. شو هب تعال. لا هذا في الانسرت القديم. انا احس المكان استوى ضيق مش اوسع. وين الباصات اللي المفروض رايحة رادة الحين؟ وين الباصات اللي المفروض شايلة ناس؟
هذا بص، ها مش بص، نصابين. وين ترك هاي؟ أنا الباص ياسي يروح في الشارع، هذا سارق السيدة مال الباص. أوكي لحظة لحظة، وين صار الباص؟ أنا ما أعرف شو حطيت اسم هذا، ما أدري شو هذا باص. تعال فولو، الباص يمشي في الشارع. الباص هذا قاعد يمشي في الشارع. هذا كلام؟ شوفوا شوفوا كيف العالم تزاحم على ليل الوسط. يا الله ما يفكونه مسكين. وين ساير اصلا؟ ما تشوفه ينزل حدنا. صدق موجود حفل العاب موجودين. شوف 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 شو متهور هذا. هاي بولدك خايس، ما حد يحترم الباص. مسكين الباص والله، والله مسكين. والله انه مسكين، والله قاعد يدور في العمر. انا ما اشوف قاعد يشيل حد الصراحة، بس يكتب لي انه يشلون. دام انه يكتب شل 1200 شخص للحين. لا 1247 بير شخص، 10 سياح يا خاطر على السياح يجون المدينة. ما فيها شيء، كله تلوث. اشوف نوم الروم يا حبيبي. شو الانكريشن بلانت هذا؟ رينكريشن زرع لكم زرع ما الحرق. انا انسنتريشن هاي مش انكريشن. من الصبح اقول اسمه غلط. اشوف اخضر لونه ذا كمباني، شكله دراج مال عدة. شو ينتج زين؟ زين اذا قررنا مثلا الشارع الأساسي، أنا أقول أن الصراحة يستحق التعديل الصراحة. نارس يكدح الشارع هذا. يا الله زحمة زحمة. من اللي كان يقول ما في زحمة هني؟ زحمة. عندنا كهرباء، عندنا صناعة، عندنا فلوس، بس ما عندنا طريقة نفتك فيها من الزحمة. أنا حاط لهم باصات، حاط لهم مترو، حاط لهم كل شيء، بس كل حد يبى سيارة. أوكي بس أكثر من شي من بسير بعد. ما في زحمة، ما في هني، ما في حد، بس منطورة للمستقبل. الزحمة في المدينة هاي الحين. ليش هني تستوي الزحمة؟ شوف نوسع الشوارع، ست شوارع بدل الأربعة. عدل الشوارع. مو المشكلة ان نبني بكمية ضخمة، المشكلة نعدل المشاكل الموجودة في المدينة هاي. تعديل المشاكل يستهلك وقت. ان هذا شارع قلنا اساسي على اساس انه في يوم من الايام تطوره. لا اخ قتلت ناس ابرياء. اوكي ما بجرب الحركه البهلوانيه مره ثانيه، شي حبه حبه. انا اسف، قتلت ناس ابرياء، هذا ما حدث.
لوين 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 خلنا نكبر شوارع شوارع بساطة منه حطي سيدات أحسن من شارع اللي ما حد يلتزم فيه بقواعد المرور كل حي يطوف مهمل بساط مسكين ماكلين حقه مكروف كرف يلفون عليه انزين تعالوا 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 اخف الزحمة شوي الزحمة لا تطاق الصراحة انا اشوفهم جوي يطقع من الزحمة يا الله توسيع هذا مش مكلف ولا انا عندي وايد فلوس لا انا عندي وايد فلوس مش انه مش مكلف الشوارع الرئيسية اللي كانت اربع سيدات ارخص من ستة قاعد اطورها بس انه ياخذ وقت لازم نشوف الخدمات كلها شكل الحلقة الجاية بتكون كلها كيف نطالع الخدمات ونستغل الطاقة النووية لان عندنا كهرباء وايد ونسوي من وراه مطار وصناعات ونفرش الصناعات فرش المنطقة تقريبا كلها استوت شوارع بيضة حلوة صراحة شوارع وسيعة بس الناس اللي قتلتهم شو سوى فيهم هذيل والله ارجع يبنون مساكين والله كسر خاطري هاي مشكلة سلكتول والله الناس قامت تزيد الناس قامت تزيد الناس قامت تزيد هذا مش غلط ابدا عندنا نحن كيبل كار موجود نقدر نسوي المونوريل بعد في نص الشارع مونوريل يمكن نستعمله داخل المدينة مطار قريب خلاص بيفتح 2000 شخص بيفتح سوينا الطاقة النووية هالحلقة هاي وإذا احتاجنا باور الحين عنا نووي ما راح نقصر يعني في الباور خلاص الحين تبى باور الأمور طيبة والدنيا بخير حتى واحد نووي لحظة أنا ما بهايل لحظة أول شيء ماي ثاني شيء هذه لو سمحت محلات دكاكين ممكن دكاكين عند المدرسة عند المدرسة دكاكين هي عند المدرسة بس الشوارع كلها أنا أحس إنه يبغى لها تصليح الصراحة شوارع في وضع يرثى له الصراحة مش في لا نحسد على وضع الشوارع لا نحسد عليه يعني تسألني شو الشوارع أقول لك والله تعبانة مبانا نحط مباني ما عندهم مهنية تغطية للموتى بعد تم لازم كل فترة شوف نحل إذا في أي مشكلة موجودة نحلها المشكلة إذا كبرت بعدين صعب حل كل شيء فيها نفس أبسط شيء هذا شيء بسيط الحين أحطيه ما له تكلفة فعليا نفس أول الجيم هذا شو مشكلته كرايم ريتز هاي ليش نسبة الجرائم عنده عالية و يعني مش فاهم انا حاط مركز شرطة عندهم مرة في حضنهم ها اوكي حاط لكم عندكم اذا مركز شرطة عندك ما حل المشكلة ما حد بيحل لك المشكلة الصراحة انا اتوقع ان هذا اللي يرمح لك المشكلة يمكن ما شرحنا وايد حال النووي ولا غيره بس ما لأن منطقة مناطق البنية نحن أصلا وعندنا مناطق نشتريها بعد ممكن أبي أشوف شو نهاية التوسعة في اللعبة هاي نهاية التوسعة يكون شيء ممتاز أنا أعرفها 60,000 مطار في 75,000 وعقب أظن يوقف وعقب بوت ميوزيوم أوكي أوكي في شغلات بحرية نقدر نسويها بعد عقب بس انا اتصور المرة يعني ان شاء الله بنسوي المطار مو مطول عليكم الحلقة هاي من حلقة النووي لحلقة المطار ان شاء الله في الحلقة الجاية يعني.